السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة نبدأها بالعناوين. اللجنة الأولمبية تقرر انسحاب جميع الفرق العراقية من بطولة التضامن في تركيا. اتحاد الكرة يعلن بداية الدور الكروي للموسم المقبل خلال الثاني من تشرين الأول. مدرب منتخب الشباب عماد محمد: سأقدم استقالتي من تدريب المنتخب في حال عدم التأهل لنهائيات آسيا. اللاعب سعد ناطق يعلن تعاقده مع الباطن السعودي بشكل رسمي. اللاعب بسام شاكر: الأيام المقبلة ستشهد تجديد عقدي مع نادي الشرطة. اللاعب أنس مالك ينضم رسميا إلى نادي الزوراء قادما من الديوانية. رئيس لجنة الحكام نجاح رحم: التحكيم في الموسم الماضي كان ناجحا وشعارنا هو البقاء للأفضل. لجنة التراخيص تنجز معايير دور الدرجة الأولى للموسم المقبل. الكابتن شرار حيدر: السياسة جاءت بعدنان درجال إلى الوزارة ووزارة الشباب والرياضة لم تقدم شيء. شباب ورياضة كشاب ورياضي حقق أهداف؟ لا إطلاقاً، لا إطلاقاً، لا بالرياضة ولا بالشباب. يعني لعد إحنا شنو الخذلنا يعني حقيقة؟ فما راحت الوزارة؟ أي تروح بالمحاصصة، ضمن المحاصصة للأسف، يعني ضمن المحاصصة تروح هاي حصة فلان وهذا حصة فلان، من يجيبون واحد يجيبون واحد ولا الفلان وفلان، والأهداف تجي عليها المدراء العامين موزعين، يعني المناصب التنفيذية بالوزارة كلها عن طريق الأحزاب وعن طريق الأسف. فما تقدر يعني هو نظام المحاصصة غير جيد، لهذا الناس تنادي بحكومة تكنوقراط ومستقلين، لهذا يعني حتى الوزير الحالي يمكن تكنوقراط. يشو من إجابة من السياسة؟ حصة الكتلة السنية هي شلون صار لو ما موافق رئيس مجلس النواب الحلبوسي وأعضاء كتلته، يعني غيرهم ما رشحوه. فما أعرف يعني. بس هاي الوزارة خدمة الشباب والرياضة؟ يعني هي مو فقط هاي الحالية. وزارة؟ لا بس مثلاً يعني لأن الوزارات يعني ما يعني هي تقول لي يا وزارة خدمة مثل الشعب اليوم. المدرب روميو غورغيس يشكو معاناته مع نادي الطلبة إلى برنامج كورة. أنا راجعت أكثر من 100 مرة الوزارة يقولوا لي عقودك ما موجودة، زين عقودي وين راحت؟ إلا اللهم أنتوا شاقيها لو أنتوا ضيعتوها على مود ما جيت. كم تطلب نادي الطلبة؟ 270 مليون. هو أستاذ علي حمد دكتور أريد أقول له تقبل واحد من ولدك ينام بالشارع؟ أنت حاليا وين عايش؟ هنا عايش. نعم. أبو نعاس يعني هاي أنت يومك تخلصه؟ لا مكان لا بيت لا شقة. كل شيء ماكو، كان عندي أبو الإيجار يطلبني. واخذ غراضي وطلعت من الشقه. زين اكلك شربك وضعك مصرفك؟ زول الشرطه الاتحاديه خلف الله عليهم، هم اللي الناس اللي يجيبوا لي من يوزعون اكل يجيبوا لي ريوق غدا عشاء. ناشدت كابتن عدنان درجال: يا كابتن عدنان درجال كل شيء ما اريد منك، تسمع صوتي وتتصل بالدكتور علي حميد يفضوا لي قضيت. اناشد امير قطر لو اناشد امير البحرين لو الامارات، والله هم احسن من ذولا، هم على الأقل لو يسمعون يشوفوني يمكن يشوفوني يمكن يسووا لي حل. وأني الحكومة مالتنا قبلون أني لاعب سابق ومدرب ومخرج أجيال، وأني ابن البلد، أني ابن المواطن، أني حالي حال المواطنين، أني أنام هنا على بنواس. بس أني بعد العراق يعني محيته من اسمي، أني والله حتى إذا أنطوني فلوسي وأروح ثق وأصور لك يا وأدز لك يا أنه أحرق هويتي وجوازي العراقي. يعني أنا شنو أنزل بالشط أطب أسبح زين خلف الله على نقيب دورية مع النجدة شافني قال لي كابتن أنت مدرب من نادي النجدة كنت ليش هنا؟ قلت له هيك وش أستاذ خذ لي حجز لي 3 أيام. يعني هذا النقيب أنا أحسبه أحسن من الحكومة، أحسن من رئيس وزراء، وأحسن من رئيس مجلس النواب، وأحسن من وزير الشباب، خلي يزعلون مني. الكابتن هيثم كاظم: بعض لاعبي الدوري لا يستحقون هذه المبالغ العالية كعقود لهم. هي حسب مستوى اللاعب، ممكن أن كل لاعب ينشرب أكثر من هذا المبلغ، أنه يخدم الفريق، ينطي فارق للفريق،
اكو لاعب ما يستحق هذا المبلغ بسبب تمارضه بتدريبات وعدم الشراكه بالمباريات اكثر من 10 مباريات، حيكون هذا سلبي على لجنه التعاقدات وكذلك على اللاعب نفسه، ما انطى الباور نفسه انه يقدم للفريق. فحسب قناعه الكادر، قناعه اللاعب يقدمه للجمهور او للاداره او للكادر التدريبي حسب المستويات والمعطيات مالته. ممكن يكون هداف تجيبه يسجل لك 25 هدف او 30 هدف، يكون هو هداف الدوري يستحق 600 مليون، وكل لاعب تجيبه مثلا باقل مبلغ يكون هداف ويكون يستحق اعلى من هذا المبلغ حسب المعطيات اللي ينطيها اللاعب. جماهير نادي كربلاء تستقبل المدرب الجديد عباس عطية بالورود، متابعة الزميل عباس الكربلائي. كابتن عباس اهلا بك في الكربلاء، حيك كابتن عباس اهلا بك كربلاء، حيك كابتن عباس اهلا بك كربلاء، حيك الكابتن ياسر عبد المحسن، الكرة العراقية بحاجة إلى إعادة تنظيم. نشاهد. أعتقد إيراد فرمته للكرة العراقية، إعداد على مستوى عالي، مدربين على مستوى عالي. أعتقد الاهتمام بجانب البناء أفضل من انتداب مدرب أجنبي فوق الثلاثة مليار. ثلاثة مليار أعطيهن للفئات العمرية وأحتو الفئات العمرية، أعطينا للمستقبل خلال 10 سنوات منتخب جيد، لأن إحنا بكل منافسة ندخلها ما راح ننافس. فلماذا يعني ليش ما نعتني بالقاعدة؟ وهاي الفلوس مال المنتخب يعني مال المدرب الأجنبي، استفاد منها القاعدة الفئات العمرية وأطلع بنتيجة خلال السنوات، أحسن ما أخسر مبالغ للمدرب الأجنبي والقاعدة مالتنا غير جيدة. فالمحيط ما يساعد المدرب الأجنبي على النجاح. احنا عندنا هالسنوات، هاي النوات لازم ندعمهم بايش؟ ندعمهم ببنى تحتيه، بدوري قوي، كل هاي مقاومات. يعني انا ما اجيب موريني واقول له تعال درب العراق. يقدر موريني يدرب العراق بالعناصر؟ يحتاج عناصر، ادوات، راح يحتاج دوري قوي داعم لهاي هذا الشباب. واعتقد خير مثال هاري كين وغير هاري كين وكريستيانو رونالدو لعبوا ويا الفئات العمريه العراقيه، هسه نجوم العالم بعدهم، واللاعبين اغلبيتهم اعتزلوا واللي ما نجح بمسيرته الكرويه. الكابتن خالد محمد صبار يناشد المؤسسات الرياضية بدعم أندية المحافظات. جميع محافظات العراق هي محافظات عزيزة وكلها لها تاريخ في كرة القدم، وتتذكرون أنتم كلكم في حقبة التسعينات أنه المحافظات من كانت بالدوري شلون كان الدوري العراقي وشلون كانت يعني ملح الرياضة هو وملح كرة القدم بالتحديد هو الجمهور. فإحنا يعني هم من خلال قناتكم الناشد ونطالب ونرجو من الإخوان المسؤولين والقائمين على الاتحاد العراقي أو الوزارة الشباب أن ينطون فد فرصة لرياضة المحافظات بأن تطلع وتظهر للواجهة. تعرف أنت كل المحافظات هي حالاتها يعني نقدر نقول عليها شبه بائسة، لكن إذا لقت دعم وإذا لقت قرار جريء ممكن أنه تعود للواجهة، وهي كلها روافد للمنتخب الوطني سواء من لاعبين أو إداريين أو جميع مفاصل الرياضة. فمن خلال قناتكم أكرر مناشدتي لجميع القائمين على رياضة العراق، وبخصوص بالذكر يعني الكابتن عدنان درجال، احنا نعرفه شجاع ونعرفه جريء ونعرفه أنه يعني يحب البلد. فممكن من يعني إذا يتخذ قرار، يمكن أنا أعتقد هذا القرار يعني تاريخيا يظل يذكر اسم عدنان درجال حتى يعني يفسح للمحافظات بأن هي تعود للواجهة وتقدر أنه يعني تثبت للناس أنه هي منبع لنجوم كرة القدم والدلائل كثيرة. نادي زاخو يقدم بطريقة جميلة ومميزة وربما لافتة بالدور العراقي محترفيه البرازيلي الجديد. نشاهد. يا
حياكم الله من جديد. قبل التعريف بضيوف كورة في هذه الحلقة، أبدأ من اتصال هاتفي مع الكابتن سعد ناطق، محترف نادي الباطن السعودي. حياك الله كابتن، أهلا وسهلا بك، ونبارك لك هذه الخطوة الاحترافية المميزة بأفضل دوري أو من أفضل دوريات القارة. حبيب سعد علي، أهلا وسهلا بك، تحياتنا لضيوفك الكرام. حياك الله، حدثني عن قصة الاحتراف. صار لك 3 أيام موقع وما تقول، هاي أنت تعمل بأقضوا حوائجكم بالكتمان؟ لا يعني سعد علي، لكن يعني أول نادي تواصل وياي يعني من قبل 3 أيام، ويعني تعرف الثاني عندي غير عرض رسمي، لكن الدوري السعودي مختلف الدوري السعودي، يعني صراحة أنا حتى الدوري السعودي مثل ما قلت الدوري السعودي من الدوريات الآسيوية، يعني تطور اللاعب واي أمور، يعني وافقت على عرض يعني صراحة نادي الباطن يعني نادي ممتاز، ويعني إن شاء الله يعني قدم فد مستوى طيب في نادي الباطن. مدة العقد موسم واحد لو أكثر كابتن سعد؟ لا موسمين. موسمين وقعت، زين. اكو قيمة مالية طلعت بالفيسبوك، هسه انا ما اتحدث بالقيمة المالية، بس اللي ظهر بالفيس صحيح الرقم المذكور؟ والله ما اعرف انا الظهر صراحة، بس يعني ما ادري. جيد، عندك معرفة بهذا النادي؟ هو بالموسم الماضي بالمركز 13، عندك معرفة به بالمدرب؟ شنو طموحاتهم الموسم المقبل؟ صراحة استاذ علي يعني النادي العام كان في المركز 13، صحيح. تعرف الدوري السعودي يعني جميع الفرق يعني متقاربة باستثناء 3 أو 4 فرق، يعني البقية الفرق يعني ما أنت دا شوفت، يعني نادي الأهلي أنت الدرجة الثانية، ونادي يضم أفضل لاعبين في قارة آسيا، محترفين ومواطنين ومدرب، لكن النادي الباطن يعني المدرب يعني يعرف سعد ناصر، والإدارة هم تعرف سعد ناطق، وطلبوا سعد ناطق وهم كلموا وياه، يعني قالوا هذا الموسم احنا يعني نريدك نجم في الفريق، قلت لهم ان شاء الله يعني توفيق في هذا الموسم. مدينه الباطن مدينه جميله، مدينه رياضيه عندهم يعني جديد الملعب، يعني شيء عكس السابق، يعني كان يعني صناع الملعب ملعب يعني ممتاز. طيب لو سألتك عن موعد التحاقك بمعسكر هذا الفريق في تركيا، وإحنا بالعراق عندنا إيقاف هذه الفيزا بالأيام القليلة، شلون راح تتصرف؟ شو وقت تلتحق بمعسكر الفريق؟ طبعاً يعني هي هذا الخلل يعني، واللي هم نادي حاليا تمام سعودية، ويوم 1 بالشهر معسكر في تركيا، يعني حاولوا النادي بكل طريقة إنه يحصلون على الفيزا، لأن تعرف بالعراق بعد هذه الأمور يعني فيزا تركيا كل الصعبة أو يقدر نقول غير موجودة، لكن هم عندهم يعني طرق بديلة، يعني نشوف الوقت يعني بالعلمارات أو على غير مكان، أو أجل السعودية ومن السعودية أطلع فيزا تركيا وغادر، يعني بعد الأمور يعني ثلاثة أيام تنحسب الفيزا. ودعت نادي الشرطة وجماهير الشرطة؟ طبعا يعني نادي الشرطة صراحة يعني صح، أنا يعني مو هواي ويا نادي الشرطة 3 سنوات، لكن كثيرة كانت يعني شلون يعني ما أقدر أعبر لك يعني حب الجماهير نادي الشرطة صراحة والله، بدون أي مبالغة وبدون أي مجاملة، خلال 3 سنوات يعني أنا دخلت لقلوب نادي وجماهير نادي الشرطة، وهم كذلك يعني حبوني كلش، يعني أنا ما كنت أتمنى أغادر هذا النادي، بس يعني الدولة السعودية غادرت، كنت تعرف سال عكسي كم عارض إجاني من غير دول ما رحت، صحيح. لكن يعني إن شاء الله يعني هذا الموسم أتوقع أنه يعني صفقات ممتازة، أغلب الفريق بقى بالنادي، إن شاء الله أتمنى يأخذ الدوري ويأخذ الكأس إن شاء الله، وهذا يعني نادي يعني في مرجع إن شاء الله أرجع للنادي الشرطة يعني. أتمنى لك التوفيق كابتن سعد، وأول ما توصل للسعودية راح تشتري سيم كارد جديد وخط جديد، دز لي رسالة على الواتساب حتى نبقى نتواصل. تحياتي لك، شكرا جزيلا كابتن سعد. حياكم الله. أنتقل مباشرة إلى ضيوفي لحلقة هذا اليوم من الاستوديو، أحمد حسن مكنزي، لاعب الزوراء والمنتقل إلى نادي أربيل. مرحبا بك أحمد، حياكم الله. مرحبا بك أستاذ علي حبيبي، أهلا وسهلا، شرفنا ومنورنا حمود. تنور حبيبي. وأيضا معي من أربيل أحمد سرتيب، لاعب المنتخبات
وحاليا ما اعرف بيا نادي. حياك الله احمد، اهلا وسهلا بك. حياك الله حبيبي استاذ علي، ومسي عليك وعلى صديقي قريب علي احمد مكنزي. حياك الله احمد، اهلا وسهلا. بس احمد سرتيب اتصلت بيك اليوم على مود موضوع، ورسن اتصلت بمكنزي وبلغتش دعوه ما تحفظ السر. قلت له مو قلت له ما يضم عليه شيء. لا ما ترهم كان سويناها. طيب مكنزي، محطة جديدة لك مع أربيل، حدثنا عن بداية التفاوض وشلون صار الانتقال. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صار التفاوض مع نادي أربيل، كانت نهاية المرحلة الأولى من بداية الدور. يعني أنا بين المرحلتين ردت أغادر، بس كابتن فلاح رفض، ردت أصلا أروح إنه أعارة. كانوا يعني الناس رايديني وصارت اتصالات عديدة، بس كابتن فلاح قال لي أبقى ولازم أنت يعني إنه إحنا نريدك وتفيد الفريق بالفترة المقبلة، والحمد لله والشكر تمت على خير، وخلص الموسم مع الأسف. يعني صار موسم تقريبا أتعس موسم بحياتي. والله والله العظيم، يعني من نتائج من ظروف، بس نقول إحنا الحمد لله والشكر، هذا حال كرة القدم. ليش هذا الموسم الأسوأ؟ منو يتحمل هذا السوء؟ اللي يتحمل أولا هي يعني تقريبا كل الظروف، الظروف كلها والحظ ما خدمنا. شيء ثاني إنه الكل تتحمل، إحنا تقريبا قبل لا ينتهي الموسم بشهر يلا خدنا الدفعة، يعني إحنا واصلين 50%. أنت تلعب سنة كاملة تأخذ 50%، شو تقدم يعني؟ حتى الأموال هذا مو سبب رئيسي يطلع لك يقول لك إنه واحد، بس هي أرزاق لاعبين هاي. طبعا رزقك ورزق عائلتك، فهو الموسم يعني صار الحمد لله وشكرا على كل حال. بما أنه اثنينكم اسمكم أحمد، فراح يعني بالألقاب شوية أفضل حتى تميزون. سرتيب، وجهتك المقبلة، الناس تنتظر إعلان انتقالك، وين؟ شنو مشاريعك؟ والله صراحة يعني أنا كنت تعرف خلص الدوري وفترة عندنا فترة راحة، فما كنت أريد إنه أستعجل بقراري، فإن شاء الله إنه الأسبوع المقبل يعني بعد إنه أخذ القرار وأختار النادي. والأربيل بعد بدون أي قرار. ليش؟ ليش الأربيل؟ أنا جيت على موده. قال لي تعال وأنا وياك. مسرتيب سمعت؟ لا ماكو شيء حكي، ماكو شيء حكي. يستحي. زين، اكيد اكو عروض على طاولتك احمد، يعني انا اللي اعرفهم فد ناديين، نادي من بغداد، نادي اربيل، انت نعم. شنو اللي مخليك تنتظر لغايه الان؟ تنتظر العرض الافضل او هناك عرض جديد؟ لو ما واصل الى اتفاق اخذ الاستغناء من الزوراء. والله اول شيء يعني الاستغناء بعده، يعني انه هم الاداره بلغونا انه شوفوا نادي، يعني بلغوا اكثر من لاعب شوفوا النادي هاي، بس يعني ما طونا استغناء، انه خابرنا على الاستغناء ماكو استغناء، وهم مبلغين انه نقولكم نادي، يعني لا ده نقدر نوقع ولا يعني ما نعرف شنو الوضع. بس وبعد يعني انا اصلا ما مقرر انه قرار نهائي اروح فلان نادي، بعد انه هسه قمت انه اتفاوض اشوف العرض الانسب، وانه اكون انا مرتاح بالنادي هذا ان شاء الله الاسبوع المقبل. بس انت قبل دراستك للعروض المفروض تحسم خطوه الاستغناء، باعتبار انت حاليا لاعب مو حر. بس السؤال، ليش انت ما محصل استغناء واحمد مكنزي حصل استغناء، وانتم اثنينكم مثلا ابلغوكم خارج الزوره؟ استاذ علي، يعني احنا اغلب يعني عندنا مثلا اغلبيه اللاعبين عندنا عقود، صحيح، فباقي من عقودنا 50%. فتعرف احنا لاعبين هذا رزاقنا، يعني انتهى الموسم، يعني احنا
مرينا بظروف يعني كلش صعبة هاي الموسم ويا النادي، وتحملنا كل يعني الظروف وهاي، يمكن الناس ما تعرف شنو صار بالنادي أو شيء، بس يعني نتائج كانت سلبية وظروف هاي، خلاص انتهت الموسم إنه بخه 50% نطلب النادي. يعني احنا ولا فد يوم انه اللاعبين كلها انه قالوا ما نجي للتمرين، والله ما مستلمين فلوس، اللي يعطونا فلوس. هذا يعني الحادث ابد ما مر، يمكن بغير اندية مرت بس ويانا ابد ما صار ولا فكرنا بهالشي. بس بالمقابل يعني المفروض ادارة تحترم هالشي من اللاعبين، يعني انه انت موسم كامل تجي اكو لاعبين عايفين اهاليتهم وهاي رزقهم، انه انت رزقك جاي على مود هذا الشيء، بس انت من تجي يعني تنتهي الموسم تجي انه هو يبلغك، الاداره تبلغك تقول لك انا ما محتاجك، وزين انت ما محتاج تعطيني استغناء، استغناء ما ننطي، لازم تتنازلون على المبالغ اللي انت يعني باقيه. زين شلون هسه يعني، ويعني ما تقدر تعرف الزوراء نادي جماهير، ويعني احنا نحب الجمهور والجمهور يحبنا، ويعني ما نريد انه توصل مرحلة انه تصير بيناتنا مثل ما يقولون تاتش او هاي، بس لازم هم يعني ظروف هذا يعني احنا لاعبين وارزاقنا وعوائلنا تنتظرنا. يعني انت من تعطيني استغناء يعني ما تريدني، وما تعطيني استغناء يعني موقف صعب انت بعد تعرف. يعني ما معناه اللي حكاه احمد فاضل في كورة صحيح، انه الادارة تقول احنا ما محتاجيكم، وبنفس الوقت ما ننطي استغناء الا تتنازلون عن 50% من عقودكم، يعني لا اغنيك ولا خلي رحمة الله تجيك. وانا ما استغرب ادارة تمثل نادي بحجم علي الزوراء نفسي كابتن بهذه الطريقة. كابتن كريم خابرني، نعم، قال لي احمد يعني الكادر التدريبي بلغوا انه لقيلك نادي. قلت له كابتن اوكي ماكو مشكله وهاي، قلت له اكو مبلغ باقي عندي. قال لي المبلغ تستلمه، قلت له والاستغناء؟ قال لي استغناء من تجي. خابرته ثاني يوم قلت له كابتن بس الاستغناء وهاي، قال لي احمد الاستغناء انه اكو فلوسك انه باقيات، تعال تنازل عليه ناخذ الاستغناء. قلت له انا شلون يعني انا سنه كامله العب وهاي، على اي اساس انه اتنازل على فلوسي؟ خلي اسال احمد مكنزي بهذا الموضوع باعتباره محصل، وانت ما تريدني يعني، يعني لا انت رايدني ولا انت تخليني اروح غير واضح نادي. واضح احمد سرتي، واضح مكنزي، شنو قصه شلون حصلت على استغنائك؟ مثل ما تفضل اخوي احمد انه صار اتصال، اتصل علي كابتن كريم. انا قبلها انه انا منطي علم قبل أنا إنه رايد أطلع، يعني مصلحة النادي ومصلحة الجمهور ومصلحتي. فيعني قبل لا ينتهي الدوري بثلاث مباريات تقريبا قلت له إنه كابتن أنا بعد ما أقدر أكمل، إنه أنطيك خبر من هالساعة سن. فصار اتصال إنه قال لي أحمد الكادر التدريبي ويعني شكرونك ويقولون يعني شوف لك نادي. قلت له أوكي، وجهة نظر حلوة ما بيها شيء، وسلامي إلهم. قلت له كابتن أنا عندي مستحقات. قال لي أوكي، قال لي بتجي تقريبا، قال لي ورا يومين اخذ موعد ويا الاداره، قال لي تجي ورا يومين تاخذ المستحقات مالتك والاستغناء. قلت له اوكي ماكو مشكله. خابرته ثاني يوم قلت له كابتن شنو؟ قال باكر تجي بفلان وقت. رحت، صار الموضوع انه لازم تتنازل على المستحقات. ما تتنازل يعني انصدمت من وصلت؟ طبعا، لان انا كابتن كريم قال لي تاخذهن وتاخذهن ورا العيد، المستحقات مالاتك اللي بقى 50% تاخذهن ورا العيد مباشرة، وتجي عقب باكر تاخذ الاستغناء. فدخلت للإدارة انه الموضوع كله انقلب، يعني ماكو هيك حكي، لازم انه تتنازل على مستحقاتك الباقية، او اذا ما تتنازل اوكي يقول لك اوكي يعني لا تتنازل، طين النادي اتفاوض وياك. قلت له انت يعني بالمجمل انه انت ما تريدني، شلون انا خليك تتفاوض ويا نادي على حسابي اني، لان انت ما رايدني. فقال لي احنا تعبنا عليك وصار لك ثلاث مواسم وياني، يعني ما انطيك هيك يعني هذا الحديث. فانا قلت له انه وصلت مثل ما يقول استاذ علي طريق مسدود، انه لازم
لان من نحكي احنا قانونيا ويا الاداره، لان انا موقع اكثر من موسم، بس اذا هو ما يريدني هاي الامور تختلف، فانا يعني من باب نقول الزاد والملح، عشرة عمر بالنادي الحمد لله وشكرا من الفاتح. لا وما لقيت طريق اخر، اي جبروك انه لازم تتنازل عن المستحقات، يعني نحكيها بصراحه يا احمد، هو وصلت وياهم طريق مسدود انه اي ضروري انه لازم، وانت تريد تروح شوف مستقبلك بنادي اخر باعتبار ايوب اوديشون بلغ الاداره ما يريدك مع بقيه اللاعبين. نعم وجهه نظر حلوه ما بيها شيء، تحياتنا كابتن ايوب. فقلت له انا مستحقاتي وموسم كامل، انا لاعب منتخب اولمبي، وقبل انا يعني كنت راجع ورا فتره من المنتخب مال بطولتنا. اي اصلا من جيت قال لي بارك الله بيك وكان مستواك زين بالبطوله، لعبت اكثر من مركز انا بوقتها بالبطوله. اي فقلت له انه هذا الحديث انه لازم انا مستحقاتي، فوصلت قلت لك الطريق مسدود انه لازم تتنازل، ما تتنازل يقول لك ابقى، انت شلون تبقى والكادر التدريبي ما رايدك؟ شلون يعني بهاي الحاله انت شو تسوي؟ انجبرت انه تتنازل؟ تنازلت. والمبلغ ايش قد تقريبا اللي تنازلت عنه؟ 50%. 50% من عقدك؟ نعم. يعني ذاك نص. ذاك الموسم كله الراحة والتعب راح ب 50%. 50%. طيب اكيد كل لاعب تجي عروض وعقود من انديه، اجتك عروض من غير اربيل؟ اجتني عروض تقريبا اربع انديه بينات جماهيريه، بس قلت لك استاذ علي انه حبيت شويه ابتعد، او يعني بين قوسين انه ارتاح، لان انا تعرف وانا صغير لعبت بالزوراء، انا نهايه عمري 17 سنه انا لعبت بالزوراء، اصغر لاعب بالدوري العراقي، فانه لازم ابتعد. يعني تحياتنا كابتن غني شهد، يعني اعتقد هو زعلان علي. ليش؟ لانه رادني النفط الوسط، يعني انا ما قدرت، لان انا كنت منطق كلمه الاربيل، وصراحه استحي اخابره انه اعتذر منه. وصل اعتذارك هسه؟ اي يعني اعتذر منه. تحياتنا لاداره النفط، نفط بغداد وفريق جماهيري اخر من بغداد؟ اي من بغداد جماهيري. بس قلت لك منو بقى عندك؟ جويه وشرطه وطلبه؟ هسه المهم الحمد لله انه اختارت اربيل، والله يوفقنا اياهم ان شاء الله. طيب احمد انت شنو قصه العروض اللي عندك؟ هسه ماكنزي حكى سرتيب ما يقبل يعلن عن العروض، ام يعني خلصها بصمت اموره؟ والله يعني تعرف نهايه الدوري، ويعني اي لاعب تجي عروض، عندي عده عروض، بس يعني ما مثلا ما اقدر اقول لك فلان فلان وهاي، بس وانا دا انتظر انه ما اريد اخذ خطوه انه تكون سلبيه لي، اريد انه اخذ خطوه انه تكون ايجابيه. فيعني صار لي فتره انه اشارك الراي، انه اطرح يعني على ناس قريبين علي بالرياضه هاي، انه اروح فلان مكان فلان مكان يا هو الافضل، فانه اخذت الايجابيات وهاي، وان شاء الله الاسبوع المقبل انه اكون خلص انه موقع. زين هو السؤال هسه احمد ماكنزي يقول انا اجبرت وصرت امام الامر الواقع وتنازلت، فانت راح تمر بنفس السيناريو، انت مستعد للتنازل لو راح تصمم على اخذ المبلغ؟ لو شو مفكر بمستقبلك مع الزوراء؟ والله استاذ علي يعني هسه حتى جمهور الزوراء زعلانين يعني علي، يعني مثلا تجيك رسائل على الخاص وهاي، انت ليش عفت النادي وانت ليش طلعت، وانت من البدايه تريد تفضل مثلا فلان نادي علينا وما ادري شنو، انت برغبتك طلعت، يعني انه وضحت الامور لهم انه شنو كان سبب خروجي من النادي. هاي وحده، ويعني اهم نقطه انه عرفوا جمهور الزوراء انه سبب خروجي مو اني، انه جاء قرار انه احمد سرتيب انه يعني بعد ما تخدمنا بالنادي هاي، بس انت قرار انه تقول لي استغنائي وماديا وهاي، يعني هذا حقي وما لا ما اتنازل عليه. ما راح تتنازل. طيب اكثر نادي سرتيب عجبك تعاقداته لغايه الان من خلال متابعتك؟ أكثر نادي عجبني تعاقداته لحد الآن،
والله صراحة عجبني الشرطة أنه حافظوا على عناصرهم. الشرطة مكنزي، منو أكثر تعاقدات عجبتك بالأندية؟ الأكثر تقريبا مثل ما قال أحمد، أنه حابين الشرطة حابين يستقرون على لاعبينهم، هم بطل دوري، ف يعني أحسها أنه قرارات محترمة، وبالإضافة إلى نادي أربيل. أربيل؟ ليش؟ مليان آني صديق مليان آني. لا لا، ليش أربيل؟ العناصر اللي استقطبوها جيدة؟ لأن أنت رحت؟ نعم أكيد. إذا كان أنت رحت؟ لا مو أنا قلت، لأن مو أنا. لا لا، بس تعرف أنه أربيل صار له فترة أنه خارج الأربعة الأوائل بالدوري، فرادوا هاي السنة أنه يكونون فريق ممتاز. شنو طموحهم؟ تحدثتوا عن موضوع طموح أربيل بالموسم المقبل؟ صار حديث بهذا الموضوع ويا الإدارة والكادر التدريبي، يعني أوجه لهم تحية، مدرب نزار محروس تحياتنا له. صار أنه معولين بالموسم القادم أنه يطلعون بأظهر صورة، ومن الأربعة الأوائل إن شاء الله. أها، بالمربع تدراني متواصل ويا سرتيب هواي، متواصل ومتخابر، ومن عرف بيك رايح لأربيل غير رأيه، كان يريد يروح لأربيل. هو مستحيل أحمد أخوي، ما سويت ما كنت حتي آه من ضحك تنبين. لا لا، هو دائما يضحك. شاشة كرة ماذا جاء فيها؟ محمد صالح بالتمرير، كرة مقطوعة وعند بطاقة، وبالتالي سيطرد. نعم لديه بطاقة. أحمد حسن مكنزي لديه بطاقة. بطاقة الصفراء الثانية والحمراء. عوف الحالة، بس فهمني من لازم إيد الحكم، يعني شنو مثلا ما راح يطل بطاقة؟ لا مو شغلة، بس هي تصير شغلات لا إرادية. No. بس يقول لك عوف إيدي. إيه قلت له ما عوفك، لا تطردني. لأن قبل هاي اللعبة أنا كنت محروم، لعبة أربيل نثنين اللعبات كانوا بالشمال، فكنت محروم وكنت ويا الفريق، فأجيت وكان كنت بهاي اللعبة أنا كل الزين، لعبت الشوط الأول مدافع يسرى ورجعني كابتن أيوب متأخر، وكنت زين يعني، فانقهرت على هذا الشيء وتحطمت بوقتها يعني. طبيعي اللاعب يطرد ويرجع. إيه بس أنا قلت لك لأن كنت محروم قبل هاي اللعبة. فما أتمنيت مباراة ورا. إيه ورا مباراة يعني. شاشة كورة وماذا جاء فيها؟ أمين. دوجي. ممكن لا لا حد يطلع منه. شنو أساس جناح؟ خالد خبوه. اللي ما من حشرة. هذا بسيط. خلي قيمة. عقوله. هذا هو. لا مو بيت ما يعني. يلا سولف. تحياتنا للشباب. تحياتنا. هاي كانت بالسعودية. اي المنتخب الأولمبي. كوكو يحب البث. مو تاع البث ها؟ اي دائما يفتح بث. لا وشنو الفكرة؟ فاتحين بث كلكم تباعون على الشاشة. هي هاي مشغلين الأطمية. كانت اعتقد بمحرم. زين ليش قلت لسجناء؟ شنو ما طالعين لو شنو التفاصيل؟ ما أتذكر بالضبط، بس ما أتذكر بالضبط والله. شنو رأيك بانتقال كوكية للزوراء أحمد؟ والله كوكية أتمنى له كل التوفيق، لاعب ممتاز، لاعب موهوب. أتمنى أن توفق ويا النوارس وكمل مسيرته إن شاء الله بالمنتخب الوطني بأفضل حال. أكيد كنتوا تسولفون بالأولمبي، كنت تتوقع أن ينتقل للزوراء؟ وأني بالبوزبكستان يعني أعرف. والله؟ والله، لأن هو يحب الزوراء. و يا لعبة فزنا على الجوية مال نسيتها بالضبط. المهم ايه هاي بهذا الدوري فزنا على الجوية، فكانوا لاعبين ويانا من الجوية حسن رائد ومنتظر كنوش، فأنا كنت وتحياتنا للمصور إبراهيم، فأنا ظليت أهوس يمهم وهو جاي يهوس وياي. ايه هو يحب الزورة يعني، أتمنى له كل التوفيق. ألوان أحمد سرتيب، عندنا لون أزرق أخضر أصفر أحمر، إيش تختار يا لون؟ شنو الألوان؟ أزرق أخضر أصفر أحمر.
أحمر. ماذا جاء في اللون الأحمر؟ سؤال يقول: المنتخب الأولمبي يخرج خالي الوفاض من البطولة الآسيوية تحت 23. خل أسأل مكنزي بهذا السؤال. ليش؟ لا بالعكس، قدمنا مستوى جيد والكل أثنى المستويات اللي قدمناها ما عدا بعض ال... خلينا نقول تحياتنا لك أنت أكيد بعض الإعلاميين، بس الإعلامي يكون هو محلل. أنا أول مرة أشوف إعلامي هو يحلل اللعبة كاملة، هو المفروض يقول تنزل هيك وتنزل هيك. ليش؟ لعبنا آخر لعبة ضد أوزبكستان نصف نهائي ربع نهائي العفو، كان الملعب مقبط علينا وكنا إحنا متقدمين والظروف كلها ضدنا، وآخر شيء الله يعني تعادلوا والجزاءات يعني ضربات حظ. غير نقص لاعب لعب أوزبكستان. هسه كرتنا ماكو بيها نقص لاعب، الشغلة طبيعية والله العظيم. لعبنا ضد استراليا نقص واحد، شنو اللي صار؟ يعني الشغلة طبيعية أوكي، بس إحنا قدمنا مستوى أنا أشوفه جيد والحمد لله. يعني ضربات حظ ترجيحية يعني. تأثر عليكم الضغوط الإعلامية أحمد؟ شو أستاذ علي، بالآونة الأخيرة خاصة مع المنتخب الوطني صارت يعني ضجة كبيرة على اللاعبين. قام اللاعب يعني هساني مثلا أكل لعبات أنه أنا ما أشوفهن، مثلا ما أشوف المنشورات يدزوليان أصدقائي، فأكيد تأثر. أنت يعني بشر بالأخير، بشر يعني طبيعي تأثر ونحز بداخلك، وأكو جهات يعني جهات مدفوعة. أكو مدفوعة يعني بسبب شنو؟ يعني ليش يندفع؟ هواي أمور أكو يعني بالوسط الرياضي، هواي أمور أكو. والله العظيم عشان سرتيب كنت تنتظر هذه المشاركة بفارغ الصبر، خاصة وهي الأخيرة لك بالمنتخب الأولمبي وفقا للعمر. زعلت على عدم المشاركة بكل صراحة؟ والله صراحة يعني تعرف صارت ظروف إنه ما سمحت لي أشترك وياهم، بس يعني هم قدموا يعني مثل ما تشوف يعني بطولة، يعني مجموعتنا كانت صعبة صراحة، بس عبرنا المجموعة وقابلنا أوزباكستان، يعني كان ممكن إنه يكون أفضل. هم قدموا بس يعني ظروف المباراة، يعني تعرف أنت من تقابل فريق بأرضه وجماهيره ولاعبين يعني صغار وملعب مقبط، فيعني راح يكون إنه نفسياً عامل غير إيجابي لمنتخبنا. بس يعني كان مثل ما تقول يعني إنه حالة طرد وهايك. عوف الأولمبي سرتيب، سألتك كنت تتمنى يعني تشارك في هذه البطولة؟ استاذ علي يعني ما يحتاج تسألني، اي واحد انه منتخب بلده ويتمنى انه يمثله بكل الظروف. زين، المعلومه اللي عندي رحتوا للكابتن غانم عريبي بالفندق تقدمون اعتذار رسمي وياك علاء عباس وبعض اللاعبين، قبل اعتذارك الكابتن اعتبار انت بعمر ابنه، وإذا كان الخطأ متبادل فالنتيجة تكون تمشي سنة الحياة، الإنسان يخطأ ويصحح خطأ. أستاذ علي يعني موضوع بعد فات وراح ما مو ما بعد نفتحه واضح. سؤال أنا اليوم بهذه اللحظة متصالحين أنت وكابتن غانم لو بعد الخلاف قائم؟ واضح الموضوع راح، طبعا راح، خلصت البطولة وانتهت. أنا ما عندي يعني من ناحيتي ما عندي شيء كابتن. ما عندك شيء ولا؟ ما من ناحيتي ما عندي شيء. شو فقير بقى عشان يباوع هيك؟ ما جاي أعرفه أنا. مو؟ سرتيب طالع بدور الملاك وكذا. يلا شنو رأيك بمستوى سكوب أحمد بكل صراحة؟ لا بس عندي يعني أمنية واحدة. اي تفضل. اتمنى حبيبي انه يعني ما يأثرون علي بالمستقبل. لا هذه أمنية بها رسالة،
شنو يعني ما يأثرون عليه بالمستقبل؟ على صعيد المنتخب الوطني تقصد؟ إيه يعني على المنتخب أو الأندية أو كل الظروف، إنه يعني ينغلق هذا الموضوع بعد ينغلق، مو يظل إنه يتكرر ويأثرون. والله رسالة مهمة جدا، وأعتقد اتحاد الكرة أغلبهم نجوم ولاعبين دوليين ويتابعون، فإذا كان الموقف اللي صار واللي صار ضحيته أحمد سرتيب يأثر عليه بالمستقبل هذه كارثة، معناها قضينا على عمر لاعب كرة قدم وموهب. فما أعتقد إحنا بهذه العقليات الصغيرة اللي نقصي لاعب ونخلي عليه فيتو على مود موقف راح وانتهى. أعود لمكنزي، رأيك بالمدرب سكوب؟ مدرب سكوب يعني من المدربين الجيدين حقيقة، أكو بعض الظروف إنه ما خدمته، بس تحياتنا الكادر التدريب أكيد له وياه كابتن عباس عبيد وكابتن سعد حافظ بالإضافة إلى كابتن إبراهيم سالم، هواي مدربين محليين كانوا أفضل منه. والله يعني قرار عدم التجديد مع سكوب قرار صحيح بالأولمبي برأيي؟ برأيك صحيح. أنت مع المدرب المحلي أو الأجنبي لقيادة المنتخبات؟ منتخبات بشكل عام لو أي أولمبي ووطني؟ أنا مع المحلي. ليش؟ أقرب شيء أنه منتخب الوطني مثل ما نشوف ظلوا يجيبون رجعوا بالأخير على المدرب المحلي، لأن لاعب العراقي شلون نقول أستاذ علي صعب انه بس المدرب المحلي يفتهمه. تحياتنا للمدربين المحليين الكل، يعني كابتن باسم قاسم قدم المنتخب الوطني، اذا اضافوا اذا كابتن راضي شنيشيل، وانا اشوفهم يعني يستحقون انه. طيب انت رايك مع المدرب المحلي؟ نعم. توضيح، ماذا جاء في توضيح لاحمد سرتيب؟ التوضيح يقول: يا سرتيب، ما هو سبب خلافك مع وقاع رمضان صديقك والمقرب وعلاقتكم طيبة؟ ليش مختلفين بالفترة الأخيرة؟ صار الظروف ويعني الله يوفقه. لا هم اخوان ان شاء الله، ماكو شيء. وهذا اللي نقوله، فشنو هسه نصالحكم؟ هم زحمه ندخل بيناتكم، عم انتم اقرب مني ومن مكنزي على بعض، انتم صداقه وربطتكم علاقات طيبه وبالمنتخبات، شنو السالفه؟ موقف واحد هيك تنتهي العلاقه؟ ما تسوى. لا ما تنتهي ان شاء الله. ليش؟ قبل هاي قبل. شنو سرتيب؟ قافل على الموضوع؟ كردي وقفا. خلصها صفنات اليوم احمد سرتيب، سولف لي الموضوع، خلينا نفتهم ليش هيجي، شنو اللي صار بيناتكم؟ والله يعني موضوع صار، يعني موضوع أغلبية اللاعبين يعرفون إنه قصر، هو قصر وياي وهاي بعد. أنت حتى من تحكي هسه على وقع ضايج ومهضوم كأنما هو أخوك، وعادي الزعل يصير بكل مكان، فوين الضير إذا صالحنا ورجعت الأمور لطبيعتها؟ وأي إنسان ممكن هسه إذا كان خطأان، أي إنسان يخطأ يا أحمد. أي إنسان يخطأ، بس خطأ كبير كان. والله ما أعرف. يعني ما يصلح شلون بعد؟ بعد تدخل فريضة بيناتهم. أحمد أنا خير وقاعد. ما يصلح؟ أنت شو تقول؟ أنا أقول يصلح، وقاع أخونا وعزيز علينا. أجيب الأربيل وياي وجي؟ شو تقول؟ لو خابره هسه
تخابره ولا تجيبه؟ لا نحسم الموضوع ورا الحلقة إن شاء الله ونوصل لحل. كارتات ملونة يا لون تختار مكنزي؟ أصفر. ماذا جاء في الكارت الأصفر؟ مكنزي، عباس قاسم أكثر لاعب يقدم لي النصائح. تحياتنا لأبو الفضل، إن شاء الله يرجع بألف سلامة ويعود أحسن من قبل. والله كل اللاعبين الكبار بالزوراء، يعني تعرف أستاذ علي إحنا بنادي الزوراء خاصة أنا صار لي تقريبا 3 إلى 4 مواسم، يعني أحسهم إخوان الكبار، إحنا عائلة واحدة، مو فقط عباس، تحياتنا لعباس. عاد تأخذ بهاي النصائح أحمد؟ يعني من واحد ينصحك؟ طبعا لا، شلون؟ لو تطب منه تطلع لا لا لا. عباس قاسم، جلال حسن، تحياتنا إلى السيد علاء قاطع، أحمد فاضل، هن اللاعبين الكبار دائما يقدمون النصائح، مو فقط عباس. زين، برأيك راح يجدد مع الزوراء؟ والله إن شاء الله يعني يبقى عباس، لأن يعني عباس يفيد الفريق وهو يحب الزوراء، إن شاء الله يبقى. لو سألتك بما أنه ذكرنا عباس وأسماء آخرين، أفضل لاعب لعبته بجواره منه؟ يعني شبه وسط؟ أي عباس قاسم. طيب، كارتات ملونة مع أحمد سرتيب. أحمد، عندنا كارت أحمر وكارت أصفر، إيش تختار؟ أعطيني أصفر هالمرة. ماذا جاء في الكارت الأصفر؟ ما أقول لك أربيلي. الكارت الأصفر يقول عقد احترافي في تركيا جعل أحمد سرتيب يقرر الاعتزال. شنو قصة هذا الموضوع؟ قديم هذا، ايش جابك عليه؟ غير انت اختاريت الاصفر، غير تختار الاحمر حتى يجيك شيء جديد. قديم يعني صارت انه رحت تعاقدت وسالفه تربيل انه ما اعطوني استغناء ورجعت. زين، اسئله سريعه راح ابدي ويا مكنزي وبعدين اتحول لاحمد لين فارق الصوت راح يشلع قلبي. افضل لاعب شاب في العراق حاليا؟ قوقيه واحمد فرحان. قوقيه واحمد فرحان، اختار لي واحد. اثنيناتهم مميزين واضح طبعا، بس الافضل حسب رايك هو مثلا قوقيه جناح يمين يلعب، احمد فرحان جناح يسار، يعني ماكو مفاضله بيناتهم اثنيناتهم يعني. لا اثنينهم جناح، اكو مفاضله. اي لا، مثلا قوقيه يلعب على الجانب الايمن، احمد فرحان على اليسار. يلا سعدي لك يا تريد. اي أيوة والله بصراحه. افضل حارس مرمى بالعراق؟ جلال حسن. افضل محترف في الدوري الممتاز؟ مواس. افضل لاعب محترف في المنتخب الوطني؟ بشار رسن. مدرب صاحب فضل عليك؟ كل اللي اشرفوا عليه صاحبين فضل. ليه ضحكت؟ والله عرفتك راح تجاوب هيك. اي مو انا استاذ علي، يعني مثل ما تعرف ماكو مدرب بالزوراء اجيت وما لعبني ابد، يعني طيله الفتره اللي موجود بها انا بالنادي كابتن ايوب صعدني للخط الاول، صاحب فضل علي. خل اكمل ويا سرتيب وارجع لك. اوكي سرتيب، افضل لاعب شاف في العراق حاليا؟ وقع. الله على إيثارك. رغم الخلاف ورغم الهاي إنه ذكر وقع وهاي تحسب لك يا سرتيب. أفضل حارس مرمى بالعراق؟ جلال حسن، تحياتنا. أفضل محترف في الدوري الممتاز؟ حسن حويبي. حسن حويبي، بعدين من الزورة اختاره. أفضل لاعب محترف في المنتخب الوطني؟ جوستن ميرام. مدرب صاحب فضل عليك؟ ما راح تجاوب. كلهم أصحاب فضل.
صورة وتعليق. الصورة الأولى أبو أسد، بس أنا حرت أسمي أبو أسد لو أبو شمس. نعم الحلوات ها؟ إيه. أتمنى على التوفيق. بس سؤال كله. صدق برغام قرايبك ابن خالتك يعني؟ ابن عمتي. ابن عمتك؟ إيه. يعني حقيقة لو افتعال؟ لا حقيقة. لو لا. قصة ألفتوها لو لا شو؟ لا حقيقة. ها؟ والله. زين، شنو رأيك بانتقاله للطلبة؟ برغام وين ما يروح يخلي بصمة أنا أشوف هيجي. فأنا أتمنى على الخير لأن هو يستاهل كل الخير. أخوي أبو أسد تحياتنا له. تحياتنا برغام. وين هسوى بربيل؟ بربيل وما خابرني وزعلت عليه. والله؟ الصورة الأخرى أحمد سرتيب، صورة قديمة أنت ووالدك على المدرجات، إجا اليوم اللي تسولف الفضل والتعب اللي سوى والدك حتى توصل لهذه المرحلة. والله يعني والدي هو صاحب الفضل على أحمد سرتيب يعني من السما نلقاه يعني جيد شحكي لك ما يعني ما أقدر أوصف. هي هذه الصورة إذا أنت شايفها شنو قصتها أحمد سرتيب؟ كنت صغير ومسوي تسريحة ما أدري شنو ووالدك دي أشهر وقاعدين على المدرجات. هاي 2013 كنت أنا بشبال نادي أربيل بس أخوي جاي يتمرن إنه نتابعه هو يعني أنا وتابع ويعطيني نصائح هيجي وهيجي وهيجي يعني هو كان مثلا عمره 8 سنين لحد تقريبا 15 سنة من 8 سنين لحد 15 سنة هو شتة صيف مطر يعني هو اللي ياخذني للتمرين ويرجعني. على ما اجى فد يوم يعني كابتن ثار تحياتنا لو احمد صلاح انه قالوا له خلاص بعد 15 سنة صار عمره يعني تركه بعد ما يصير انه تجي على التمرين وهاي احنا يعني بمكانك راح نكون وهاي وهو من يعني بعد اقتنع. الصورة الأخرى صورة حلوة هاي. هاي وين؟ هاي بملعب كربلة. هاي آسيوية كانت عندكم؟ لا لا بطولة الكاس فزنا على أربيل. على أربيل؟ زين تحياتنا. ميداني وياك بربيل أبو مهند زاهر لحد الآن مو رسمي يعني. مو رسمي لا. منو اللي باقي بالزوراء من الصورة؟ أعتقد كلهم ما باقين. آه كلهم طالعين؟ زين الصورة الأخرى سرتيب صورتك أنت وفلاح حسن والتعليق يمك. تحياتنا كابتن فلاح يعني شخصية إنه شخصية جميلة وكاريزما حلوة يعني يعني ظروف صعبة تمر بالزوراء يعني هو قادر يقود إنه هذا الظروف إن يمكن ما يعرفون بيها البعض إنه أنا أعتبره رئيس نادي ناجح. طيب تحياتي له كل السؤال الأخير اللي قلت لك بعدين أرجع لك. مدرب صاحب فضل عليك كلهم أصحاب فضل اللي دربوك نعم بس واحد مميز بمسيرتك. قلت لك سأل علي كل اللي أشرفه علي أكيد هم صاحبين فضل علي بس أخص بالذكر يعني أنه كابتن باسم قاسم وكابتن راضي شنيشي بالإضافة إلى كابتن حكيم شاكر لعبني واني يعني مثل ما نقول صغير أنا 17 سنة لعبت ويا كابتن حكيم دوري يعني صعدت تقريبا من الشباب للاول ظلت 14 لعبه بالدوري انا لعبت 8 لعبني انا كابتن حكيم وكان مقتنع بي بس الظروف ما خدمته انه يبقى بالنادي وراها استلم باسم قاسم انطاني كل الفرصه والحمد لله كنت قد المسؤوليه وانه اخرج محترف على مودي انه قال لهم انه ماكنزي افضل من المحترف اللي هو منو كان؟ ستيف نزامبي. زين هسه شو تحب تقول للجمهور اللي ينتظرك انت لاعب منتخب اولمبي وكنت بالزوراء ورحت بتحدي جديد مع اربيل؟ لاعب مثل ما تعرف استاذ علي لاعب محترف يوم هنا
يوم يمك يوم غير قناة. ف أقولهم تضرون الموسم الجاي إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله إذا الله خلانا طيبين. أرد على شكو واحد انتقدني انتقاد البناء على صفحة، بس انتقدني بغير أمور، تهجم أو تجاوز تقصد؟ إيه أكو هواي هيك يعني صارت عند ظروف إنه تهجمون وتجاوزون بدون سبب، والحمد لله إنه أنا طلعت من الزورة خلال الفترة اللي كنت بيها، أنا ما سويت مشكلة صغيرة، ألف الحمد لله والشكر، يعني تركنا أثر طيب، ما توفقنا هذا الموسم الحمد لله والشكر، مواسم الجاية إن شاء الله تشهد. شكرا جزيلا لك أحمد مكنزي، أتمنى لك التوفيق، شكرا جزيلا لأحمد سرتيب، أتمنى على التوفيق، وأيضا لسعد ناطق اللي كان معي عبر الهاتف، الشكر موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله.